بسم الله توكلنا عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه هنتكلم في الشابتر الثالث اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عن ديزاين اوف شورت كولم، اللي هو تصميم الاعمده القصيره. انا كاتب كده جنبها جمله خطيره قوي، يعني الحمل لودد كونسنتريكلي. يعني ايه؟ يعني الحمل محمل في المنتصف. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ ويعني ايه كلمة شورت كولم؟ ويعني ايه الحمل مركز في المنتصف؟ يعني باختصار شديد، انا لو عندي ده هنا عمودين بالشكل ده كده اهو، العمودين ارتفاعهم واحد، ده ارتفاعه زي ما احنا شايفين وليكن ايا كان 1.37 متر، او ارتفاعه اكس واي مثلا، تمام، ارتفاعه واي، وده عمود تاني نفس الارتفاع، يبقى ده عمود ارتفاعه اتش وده عمود ارتفاعه اتش. بس خد بالك بقى، لو ده عمود عرضه 18 سنتي وده عمود عرضه 64 سنتي، تفتكر ايه الفرق بين العمودين دولت؟ ايه الفرق بين العمودين؟ الفرق بين العمود ده اهو، خد بالك معايا كده، ان العمود ده هو قطاعه كبير، معنى ان قطاعه كبير فمش هيلب، مش هيروح ويجي كده، مش هيلب شمال ولا يمين. طب العمود ده اهو قطاعه صغير، فالعمود ده هيلب معايا، ممكن يجي كده وممكن يجي كده، يحصل له ايه؟ يحصل له باكلينج، يحصل له باكلينج، لان اكيد ده عرضه صغير، انما ده كده عرضه كبير 64 سم، مع انهم الاثنين نفس الطول، بس ده قطاعه صغير وده قطاعه كبير، فالعمود ده هبص الاقيه بيلب معايا وده مش هيلب معايا. العمود ده اهو، ده بقى اللي مش هيلب معايا، الحمل محمل فين؟ في المنتصف. طب العمود ده اهو هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه باكلينج، ممكن يروح كده وممكن يجي كده، فمعنى ان يحصل له باكلينج ان عليه ايه؟ عزم. طيب العمود ده اهو اللي ما بيحصلوش، ما بيلبش معايا، ده كده اسمه عمود ايه؟ اسمه موضوع الدرس بتاعنا النهارده بقى، اسمه ايه؟ اسمه شورت كولم، عمود قصير، عمود قصير والحمل بتاعه فين؟ في المنتصف. طب العمود التاني ده اسمه عمود طويل، يعني لما اجي اكتب، لما اجي افرق بين الاثنين مثلا، هفرق بين الاثنين اهو، اهو ده كده اهو، ده اسمه عمود ايه؟ ده اسمه عمود اهو، عمود ده عمود ايه؟ قصير اهو. عمود اهو قصير، قصير تمام اهو. اما ده اسمه عمود ايه؟ ده اسمه عمود ايه؟ العمود التاني ده اسمه عمود ايه؟ اهو عمود طويل، طويل. طيب له اسماء تانية، الاسماء التانية هي ايه برضو؟ نفس الاسماء، يعني نفس العمود ده محمل اهو. الاسماء هتبقى عاملة ازاي بقى؟ اهو ده اسمه عمود محمل، محمل بحمل في المنتصف، في المنتصف. طب اما العمود ده ماله؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن عمود يحمل، محمل اهو، محمل بحمل اهو، ده الفرق بين الاتنين، ده زي ما قلنا ده عمود طويل وده عمود قصير. طب له مسمى تاني؟ ده الحمل بتاعي محمل بحمل مركزي، اما ده محمل بحمل ايه؟ محوري، وله محوري ايه؟ ذات مسافة، محوري بس ذات ايه؟ مسافة، محمل بحمل محوري ذات ازاحة، وده محمل بحمل مركزي مفيش ازاحة فيه ولا حاجة خالص. ده يحدث له انبعاج، يحدث له انبعاج ليه؟ يعني عمود بيلب معايا، ده يحدث له ايه؟ انبعاج. احنا موضوع درسنا النهاردة اللي هو العمود القصير المحمل بحمل مركزي لا يحدث له انبعاج، العمود اللي هو ايه؟ ديزاين اوف شورت كولم. طيب تعالى كده، الأعمدة القصيرة يا جماعة، أنا يعني الأعمدة عامة ده يعتبر الجندي المجهول بتاع المبنى، إن لو لا قدر الله، زي ما إحنا شايفين كده، لو لا قدر الله، ده أهو، ده مثلا مبنى بالشكل ده أهو معايا، مبنى كده نكمله، ده مبنى مالتي ستوري سيستم عادي، لا قدر الله دلوقتي المبنى ده أهو جيت على العمود اللي تحت ده كده متخيله، وإيه؟ قصيته من تحت، أهو، جيت على العمود ده كده أهو وقصيت العمود اللي تحت ده، اتكسر في مشكله، عربيه خبطت فيه، حصل فيه اي مشكله، اللي هيحصل في العمدان دي متحمله على ايه دلوقتي؟ هتحصل لها انهيار، دي كلها كده كانها ما عادتش موجوده خالص، يبقى المبنى ده كده واقع. طيب طب تعالى على العمود اللي في الجنب ده مثلا اهو، جيت على الجنب ده كده وقصيته اهو، يبقى ايه اللي هيحصل معايا كده؟ يبقى الجنب ده كده ماله؟ مبنى كله ماله؟ وقع. طب ليه العمدان برضو مختلفة عن بقية أي عناصر؟ لو ده مثلا البلاطة، البلاطة دي هيت انهارت مثلا، كسرت،
وقعت المبنى؟ لا ما وقعتش المبنى، هي وقعت بس الايه الناس اللي قاعدين في الدور. طب تعالى هنا اهو واقدر اعالج تاني، تعالى هنا مثلا الدور ده كده اهو حصل فيه مشكله، ما عنديش مشكله خالص ان ما وقعش المبنى، هاجي تاني يوم اعمل ترميم للبلاط دي وتبقى كويسه جدا، ما فيهاش مشاكل خالص. اما المشكله عندي فين؟ زي ما قلنا ان لو عمود لا قدر الله انهار يبقى هجيب الايه المبنى كله لا قدر الله. فدي تعتبر اهم حاجه فين؟ في المبنى بتاعي بالشكل ده كده اهو. الحاجه التانيه ان مشكله الاعمده ايه بقى عندي، زي ما خدنا في المحاضره دي، المحاضره اللي مع حضراتكم، ان الاعمده هي العناصر الرئيسيه في المنشا والمسؤوله عن نقل الاحمال، ومشكلتها ايه كمان؟ انهيار العمود هو انهيار مفاجئ. ليه انهيار مفاجئ؟ لانه تحت تاثير حمل ايه ضغط، هي الاعمده بتشيل ايه بس؟ بتشيل ضغط، بتشيل حاجه تانية غير الضغط؟ لا ما بتشيلش حاجه تانية غير الضغط، فبالتالي الانهيار بتاعها انهيار ايه؟ انهيار مفاجئ معايا. طب نيجي حاجه تانيه، احنا عندنا الاعمده فيها نوعين. الاعمده انا بتكلم على الاعمده الايه؟ الاعمده ديزاين اوف شورت كولمز، فيها نوعين، في نوع اسمه تايد كولم وفي نوع اسمه سبايرال كولم. يعني ايه التايد ويعني ايه السبايرال؟ التايد الكيانات بتاعته عباره عن كيانات منفصله بالشكل ده كده اهو، مش متوصله مع بعض. زي ايه؟ زي ما انا هشوف الصوره دلوقتي حالا اهو، ده كده اهو العمود اللي احنا شايفينه دلوقتي. عارفين الكنه؟ الكنه ايه يا جماعه؟ اللي هو الكنه السيخ الحديد اللي رابط الاسياخ الطوليه ببعض كده اهو، الكيانات بتاعته منفصل، ادي كانه ودي كانه وكانه لوحدها تانية خالص. طب تعالى ده برضو نفس النظام، ادي كانه والتانيه والتالته والرابعه بالشكل ده كده اهو، الكيانات بتاعت مالها؟ كانت ايه؟ كانت منفصله تماما. فده اسمه الاعمده الايه؟ التايت كولم في المحاضره اهو، ده اعمده نوعها ايه؟ اعمده تايت كولم تايبس. طيب النوع التاني بقى، النوع التاني اللي هو بنشوف فين ده؟ الاعمده الدائري. بدل ما عمل لك الكيانات منفصله متقطعه مع بعض، ادي هنا كانه وادي واحده وادي الثانيه وادي الثالثه وادي الرابعه منفصله زي كده، قال لك لا ده انا عندي عمود دائري. خد بالك عمود ايه؟ عمود دائري، وهعمل الكانه اللي هي مرسومه بالاحمر ده كده او بالبمبة على شكل حلزوني، زي ما نشوفها فين دي يا جماعه؟ زي ما نشوفها في الخوازيق الانشائيه. ابص الاقي الراجل عمل الحديد الرأسي ده كده وعمل حوالين منه ايه؟ كانه داير ما يدور بالشكل ده كده اهو، يبقى ده اسمه النوع التاني ايه؟ النوع التاني اسمه سبايرال كولوم، عباره عن عمود تكون كاناته حلزونيه وشكله لازم يكون ايه؟ دائري. مفيش حد يقول لي بقى ايه ينفع اعمل العمود السبايرال ده في مستطيل؟ يعني العمود اللي انا هشوفه دلوقتي، العمود ده اهو، ينفع اعمله كيانات حلزونيه كده داير ما يدور؟ لا ما تنفعش، لان العمود ايه؟ الشكل الهندسي مش هيساعدك فيه. وده برضه اهو عمود مربع، ينفع الفه داير ما يدور؟ لا ما ينفعش. الوحيد الشكل الهندسي، الشكل الهندسي الوحيد اللي يعرف يعمل لك عمود عمود سبايرال هو العمود الايه؟ الدائري بالشكل ده كده. طيب تعالى بقى ايه ديزاين اوف شورت كولمز، شورت ديزاين اوف شورت تايد كولمز. الاعمده الايه؟ ركز معايا دلوقتي، الاعمده اللي هي ايه؟ اعمده اللي هي تايت كولمز، ومالها اعمده ايه؟ هتبقى اعمده شورت. المعادله بتقول ايه عندي؟ المعادله بتقول ايه؟ بتقول لي ان انا عندي ده كده اهو، لو كان ما يكون قطاع خرسان، فاكرين الاستريسس دايجرام اللي احنا كنا بنرسمها؟ لما يكون ده قطاع كده اهو، قطاع عامه عرضه بي وسمكه تي، كنت برسم ايه؟ تلات حاجات. الحاجه الاولانيه كانت عباره عن ايه الاول؟ اللي هي البي الت، اللي هي ايه؟ الضغط الجهاد اللي جاي عليه، بيبقى عباره عن مستطيل بالشكل ده كده اهو اهو. طب في حاجه ثانيه وثالثه؟ لا. ليه؟ لان العمدان، لان الدرس بتاعي بيقول ان انا عندي اهو لودد كونسنتريكالي، الحمل مركز فين؟ في المنتصف. طيب كلام سليم، يبقى اذا دلوقتي لما يكون عمود اهو قطاع خرسان عرضه بي وسقوطه تي، الاجهاد الواقع عليه بقى بيساوي كام يا سيد الفاضل؟ بيساوي كام؟ زي ما احنا خدنا في الترم الاولاني في الكاميرات، كان بيساوي 0.67 اف سي يو اريا كونكريت على جاما كونكريت، ده كلام سليم جدا اهو، بيساوي 0.67 اف سي يو في اريا كونكريت على جاما كونكريت، ده عباره عن ايه؟ اجهاد خرسانه في مساحه مقطع يديني ايه؟ قوه. طيب زود عليها بقى الترم بتاع ايه؟ انا عندي القطاع داخل فيه اسياخ طوليه اهو، ادي السيخ وادي الثاني الثالث رابع خامس سادس سابع ثمان اسياخ طوليه، كان شكلها فين ديت؟ اهي السيخ الطولي اللي هي ادي السيخ تاني الاسياخ الطوليه بالشكل ده كده اهو. طب دي برضه هتشيل؟ اه طبعا هتشيل. طب اجهادها بيساوي ايه بقى؟ عايز اجيب قوتها، قوتها بيساوي ايه؟ المساحه في الاجهاد، إيه مساحتها بيساوي ايه؟ اريا ستيل في الاجهاد اللي هو اف يلد على جام اس الفاكتور بتاعي. طب بص كده معايا، يبقى انا دلوقتي عرفت اهو الاريا كونكريت دي بتساوي كام؟ بتساوي البي في التي. طب الاف سي يو عباره عن ايه؟ عباره عن اجهاد الخرسانه، كونكريت كومبرسيف ستيرنس. طيب دلوقتي
الفاكتور بتاعي، فاكتور اوف سيفتي اللي هو ايه، جاما كنت كريت بيساوي كام؟ بيساوي 1.75. طيب اريا ستيل ده اهي، ديس اريا ستيل. طب الجاما ستيل، الجاما ستيل بالمناسبه دي مختلف عن الترم اللي فات. الترم اللي فات كان الستيل كان بيقول لي كام؟ 1.15، والخرسانه كانت بتقول لي كام؟ 1.5. انما في العمدان دهيت الوضع مختلف بتاعي، الفاكتور اوف سيفتي بتاع بتاع الخرسانه 1.75، وبتاع الحديد ايه؟ 1.34. والبي التيمت اللي هي ايه؟ التيمت كومبريسيف ستيرنس. طب دخل عوض كده بالجاما كنت 1.75 والجاما ستيل 1.34، تديني كام عندي؟ ابص الاقي المعادله الجديده بقى بي التيم بتساوي 0.383 في اف سي اوف اريا كونكريت زائد 0.75 اريا ستيل اف ال، زي ما موجود عندنا في الكتاب. طب الكود بيقول لي حاجه جميله قوي، بيقول لي افترض جزافا ان في مينيمم اكسنتريستي، في منهم ايه اكسنتريستي، الكود المصري بيفرضها لك بتبقى حوالي كام؟ تبقى حوالي 5% تي او 20% ايه؟ 20 مليمتر، تمام؟ فيعني هتبقى في نسبه ريدكشن. يا عم المعادله 0.38، يقول لك لا بس عشان خاطر انت عندك الحمل في مينيمم اكسنتريستي، بدل ما حمل العمود جاي ممكن يجي في النص كده اهو، بدل ما حمل العمود ممكن يجي في النص كده اهو يجي نازل، لا حركه انت مسافه قدرها ايه؟ 0.05، اي حاجه بسيطه كده، ممكن يجي هنا او ممكن يجي يروح هناك بالشكل ده كده، يبقى حمل العمود ممكن يبقى هنا او ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى هناك. ده يا سيدي اهو حمل العمود، ده حمل العمود بتاعي اهو، ده كده حمل العمود بتاعي. انا بعمل السهم اهوت عشان بس الناس تعرف يا جماعه، احنا ربنا بس وحده عالم كميه العذاب اللي احنا بنعمله عشان بس نعمل حاجه صغيره زي دي. ده الحمل ممكن يبقى في النص، ممكن يبقى في اليمين، ممكن يبقى فين، ممكن يبقى في الشمال بالشكل ده كده اهو. طيب فيقول لي ايه بقى؟ فيقول لي ايه؟ فيقول لي يا سيد الفاضل ده الكتاب، فيقول لي ايه؟ فبيقول لي انت القيمه دي بدل ما تبقى 0.38 هننقص منها 12% عشان خاطر ممكن تبقى ايه؟ انا عايز يحصل عندي مشاكل شويه لا قدر الله. هتبقى المعادله الجديده عاملاها عندي عامله ازاي؟ اهي المعادله اهي بالمناقه اهي اهي، انسى كل حاجه الا المعادله دي. المعادله بي التم بتساوي 0.35 في اف سي يو في اريا كونكريت زائد 0.67 اريا ستيل اف ال من تاني وتالت وعاشر. معادلة العمود يا جماعة من هنا لحد ما تيجي تتخرج، وبعد ما تتخرج المعادلة ديت بنسى أي حاجة في حياتي غير المعادلة دي. شوف أنا راجل دكتور في الجامعة النهاردة وما انساش المعادلة دي خالص. حمض العمود بيساوي كام؟ بيساوي 0.35، ده المعامل. الخرسانة مساحة مقطع في إجهاد اريا كونكريت في اف سي يو زائد كام؟ 0.67 المعامل بتاعي في مساحه الحديد في اجهاد الحديد، يبقى بي التم بيساوي 0.35 اف سي يو اريا كونكريت زائد 0.67 اريا ستيل في الايه؟ في الاف يل. وده كده عشان ما انتوش مع بعض، ده الكلام ده اللي احنا قلناه فين؟ في المحاضره بتاعت اللي هي بي التم بيساوي 0.35 اف سي يو اريا كونكريت زائد 0.67 اف يل في الاريا ستيل. طيب بالمناسبه بسيطه صغيره كده، الكود الجديد بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاريا كونكريت بتاعتك بالشكل ده كده اهو بتساوي 0.67 في 0.01 اريا كونكريت ريكوايرد. يعني هو عمل ايه في المعادله الكود الجديد؟ هو بيقول لي الاريا كونكريت ديت بتساوي بتاعت الخرسانه، ما قطاع مش كله خرسانه مش كده ولا ايه؟ قطاع خرسانه ناقص منه حديد، يعني المحاضره اهي زي ما انت قلت لي اريا اف سي يو في اريا كونكريت. يوم واحد يجي يقول لي ايه؟ اريا كونكريت دي عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه الخرسان اللي هي البي اهي مضروبه في كام؟ مضروبه في التي. طب واحد يجي يقول لي طب المساحه دي كلها المفروض تنقص لي منها ايه؟ تنقص لي منها السيخ ده والسيخ ده، تمام السيخ دولت. فيقول لك الكود الجديد بقى بيقول لك ايه؟ الكود الجديد بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان دلوقتي 0.35 اف سي يو مضروبه في اريا كونكريت ناقص اريا ستيل زائد 0.67 في 0.01 اريا كونكريت ريكوارد في الاف ايه؟ في الاف يلد. في معادلة الكود الجديد سواء استخدمت المعادلة دي أو المعادلة دي مش هتفرق حاجة كتير في الموضوع دهوت. طيب تعال بقى نشوف إيه اشتراطات الكود المصري لاستخدام المعادلة دي. اشتراطات بتقول لي إيه دلوقتي؟ بتقول لي إيه؟ الريكومنديشن اوف رينفورسمنت ديتيلز اكوردنج تو ايجيبشن كود براكتس، بيقول لي اريا ستيل مينيمم بتساوي إيه؟ بتساوي الأقل من، انا دلوقتي خلاص معادله صمم الاعمده بيساوي بي التيمت في 0.35 اف سي يو اريا كونكريت زائد 0.67 اريا ستيل في اف فيلد. طب تعالى بقى نشوف
هنصمم ازاي؟ هنصمم ازاي؟ استنى عليا شويه. طب انا عايز اشوف دلوقتي حديد التسليح اريا ستيل منه بتساوي كام؟ بيقول لي البيجر اوف اكبر حاجه من 6 من 10 الى كونكريت تشوزن او 8 من 10 الى كونكريت ريكوايرد. طب واحد يقول لي ايه الفرق بين اللي تشوزن والفرق بين الريكوايرد؟ اقول لك يا سيد الفاضل، الريكوايرد دهيت دي كميه الحديد اللي طالعه من الاله الحاسبه. انت بتعوض هنا في المعادله بتاعتك زي ما هقول لك كمان شويه. اريا كونكريت ريكوايرد اللي هي ايه؟ اللي هي تطلع من الاله الحاسبه، تطلع مثلا اهو زي ما احنا شايفين اريا كونكريت ريكوايرد اللي هو تطلع الاله الحاسبه تطلع بكام مثلا؟ تطلع انا محتاج في المعادله ديت مساحه عمود مقدارها كام؟ مقدارها 179431 ملي متر مربع. دي الايه؟ الريكوايرد. طب اللي تشوزن بقى بتساوي كام؟ اللي تشوزن بقى بتساوي كام؟ انا مش هقول للراجل حسب لي عمود مساحه مقطعه 179431، انما الراجل مش هتنفع كده، انما الراجل عايز ايه؟ اقول له صب لي عمود مساحه مقطعه مثلا 300 في 600. الفرق بين 300 في 600 و 1799، 1900 الواحد 7 179 الف دهوت، ده عباره عن الريكوايرد المطلوب. طب ال 300 في 600 ده عباره عن ايه؟ عباره عن اللي تشوزن بالشكل ده كده اهو. طيب جبته منين؟ 300 في 600 دهوت، انا بقرب بجيب مساحه مقطع عمود يكون مقرب منين؟ من 179. يعني انا مثلا اقسم القطاع ده كده على 300، او لما اجي ده كده اهو مثلا اقسم اهو، تعالى كده معايا ادي 1 7 9 4 3 1، لما اقسمها على كام؟ اقسمها على 300 بيساوي كام؟ بيساوي 598 ملم. اقول للراجل حط لي عمود 300 في 598، لا، اما اقول له كام؟ اقول له 300 في 600. ال 300 في 600 دي بقى دي اسمها اللي تشوزن، انما ال 179000 ده اللي بتطلع لما انا الحاسبه دي اسمها ايه؟ الريكوايرد. طب اريا ستيل ماكسيموم يا سيدي، ما انا كل حاجه لها حدود، ما انا مش حاجه وصح يعني ان انا اخلي العمود كله خرسانه، ان انا ممكن كله حديد وفي نفس الوقت مش شرط اخليه كله خرسانه من غير حديد، يعني ده لا ده غلط، لا ده صح ولا ده صح، يعني ما ينفعش احط هنا سيخ وهنا سيخ وهنا سيخ، مجموعه اسيخ مع بعض كده. فيقول لي الماكسيمم بتاعي بتساوي كام؟ بتقول لي انت عندك ثلاث اعمده، يا اعمده كورنر يا اعمده طرفيه يا اعمده ايه؟ داخليه. عمود كورنر هي عمود الناصيه بالشكل ده كده، عمود طرفي اللي هو ده كده عمود ايه على الشارع او عمود جار بالشكل ده كده اهو، او عمود ايه عمود كورنر. فبص الاقي ايه الماكسيمم بتاعتي بتساوي، بص كده معايا 4 5 6 4 5 6. العمود الانتيريور 4% من اريتش كونكريت شوزن، العمود الاكستيريور بتبقى 5%، العمود الكورنر بيبقى كام؟ 6%. طيب يبقى ده يا سيد الفاضل بالنسبه لاريا ستيل مينيمم بتساوي 6 من 10 اريا تشوزن او 8 من 10 من ريكوارد، اريا ستيل ماكسيمم بتساوي اهي. طيب اللي جايه دي بقى خطيره شويه، بقى خطيره قوي خطيره قوي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي بالنسبه لل عرض العمود اللي هو بي دهوت يقول لي كام؟ يقول لي انت بتفرضه، بتفرضه ازاي؟ ما هو عمود مبدئيا يا ريكتانجلر يا سيركولر. فدلوقتي العمود ريكتانجولر اقل حاجه فيه كام؟ 200 ملم، يبقى البي ده هيت اقل حاجه فيها كام؟ تبقى 200 ملم بالشكل ده كده اهو. طيب يا 200 ملم يا 250 ملم بالشكل ده كده، وفي الغالب يقول لك ايه؟ ان العرض بتاعي 250 ملم ده اللي شغال معايا. يبقى هنكتب مع بعض عشان ما ننساش، يبقى اقول لك دلوقتي كده ايه؟ التي اهو الويتس اوف كولمز ده بيساوي كام؟ بيساوي اللي هي البي بتساوي كام عندي؟ يا بتساوي يا 250، يبدأ من أول 200 مثلا، أو 250 أو 300 أو 350 and so on وهكذا. المستخدم بكثرة 250 و300 بالاتنين دولت. يبقى أنا لو عندي بلاطة سوليد سلاب، يبقى يقول لك عرض العمود يبقى حوالي 250، ما يقلش عن 250. طب لو بلاطه فلات هتاخدها السنه اللي جايه، يبقى عرض العمود ما يقلش عن كام؟ عن 300. طيب بالنسبه للحديد الطولي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه؟ The used longitudinal bar should not be less than 12 مم. بالنسبه للحديد الطولي ده اهو اللي عندك، ده الحديد الطولي اللي عندك ده، السياخه الطوليه ده بالشكل ده كده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي السياخه الطوليه دي ما تقلش عن قطر كام؟ 12. ما تقلش عن قطر كام يا شباب؟ 12. طيب ناحيه تجاريه بقى، ناحيه تجاريه يقول لك ايه؟ لو انا عندي عمود بالشكل ده كده اهو مثلا،
عمود اهو اهو. عمود عرضه كام؟ 30 سنتي. العمود ال 30 سنتي يقول لك ايه؟ حتى كده مكتوبه في كتاب مشهور الغنين، يقول لك بقى ايه، ممكن ما تحطش سيخ في النص. طب لو عندي عمود يعني تلت، يعني عمود 300، قال لك ممكن ما تحطش سيخ في النص، بس جماعه التجار يقول لك ايه، لا، او المقاولين يقول لك لا، انا لازم احط لي هنا ايه، سيخ في النص بالشكل ده كده اهو. يبقى ممكن احط سيخ في النص او ممكن ما احطش سيخ في النص. طيب، طب نيجي بقى لموضوع ده اللي فات ده، مش خطير، انا سهى عليا معلش. الموضوع الخطير بقى اللي انا هتكلم فيه شويه دلوقتي، اللي هو ايه، اللي هو تفصيل توزيع الايه، اللهم صل على سيدنا محمد، حديد التسليح. بص كده معايا دلوقتي، بص كده معايا في الرسمه دي كويس قوي، بص معايا في الرسمه دي كويس قوي. والله انا عندي وضع الكائنات هيبقى شكلها عندي عامل ازاي. يقول لي انت عندك المسافه بين السيخ ده والسيخ ده عرض اس، بيقول لي كام؟ بيقول لي ايه بقى الاس دهيت، المسافه بين السيخ والسيخ المتربط بالكانه عامه ما تقلش عن كام؟ عن 250 ملم. يعني انا المفروض ان انا احط سيخ وسيخ من المسافه بينهم ما تزيدش عن كام؟ 250 ملم. طيب ده كلام سليم. يبقى اول حاجه المفروض المسافه بين كل سيخ والتاني ما تزيدش عن كام؟ عن 250 ملم. طب يجي يقول لي ايه تاني؟ ده مبدئيا كده. طب يجي يقول لي ايه؟ يقول لي خد بالك، يعني انت اولا دلوقتي ما فيش مش كل سيخ والتاني ما تزيدش عن ما تزيدش عن كام؟ 250. هو بيقول لي لسه قدام 250، ما تزيدش عن كام؟ عن 250 ملم. طيب لو انا دلوقتي لقيت سيخ وجنبيه سيخ اهو، وجنبيه مجموعه اسياخ، المسافه بينهم كام؟ المسافه بينهم اس. يقول لي هنا، يقول لي انت ممكن تربط سيخ بكانه والسيخ التاني فاضي. يعني ايه متربط بكانه؟ شايف السيخ الصغير ده كده اهو، شايف السيخ ده كده، السيخ ده كده اهو متحوط بكان، السيخ ده كده متحوط بكان اهو، حوالين منه كان، لافف حوالين منه كان، السيخ ده كده لافف حوالين منه كان. طب والسيخ ده لافف حوالين منه كان، طب ده مش لافف. طب يجي يقول لي ايه بقى؟ يقول لي انت ممكن تربط سيخ بكانه وتسيب السيخ اللي جنبيه، بس خد بالك لما تسيب السيخ ده كده لازم يكون السيخ اللي متساب فاضي المسافة بينه والسيخ اللي متربط، السيخ اللي متربط على يمين وعلى شماله المسافة بينهم ما تزيدش عن كام؟ 150 ملم. يبقى من تاني يقول لك ايه؟ لو انا عندي سيخ مش متربط بالشكل ده كده اهو، يبقى بص على اليمين والشمال، لو السيخ اللي على اليمين وشمال المسافة بينهم كام؟ 150 ملم. طيب ماشي، يبقى الشرط الاول حلو قوي، المسافه بين السيخ ده والسيخ ده ما تزيدش عن 150، ما تزيدش عن 150 ملم، بس شرط ان السيخ ده يكون ايه، متربط، وشرط ان السيخ ده يكون ايه، متربط. يبقى دلوقتي امتى ربط سيخ واسيب سيخ؟ امتى ربط سيخ ده اهو واسيب السيخ ده اهو؟ بيقول لك السيخ الفاضي اللي مش متربط المسافه بينه وبين السيخ المتربط مسافه ما تزيدش عن كام؟ ما تزيدش عن كام؟ 150 ملم. يا عم ده انت دلوقتي دخلتني في متاهه، ايه الفرق بين 150 وال 250؟ ال 250 ده يا باشمهندس ده حاجه ستاندرد معايا، اللي هو اقول المسافه بين السيخ والتاني ما تزيدش عن كام؟ عن 250 ملم. ما انا ممكن بقى ازود، بحط السيخ من التاني 400 بقى، سيبها سداح مداح كده، لا، فاقول المسافه بين كل سيخ والتاني ما تزيدش عن كام؟ 250 ملم. طيب الرقم 150 ده بتاع ايه؟ يقول لك ان انت هتربط سيخ، السيخ ده متربط بكام؟ والسيخ ده فاضي، والسيخ ده متربط بكام؟ طب السيخ ده فاضي احط عليه كانه تربطه ولا ما احطش عليه كانه تربطه؟ اسال نفسك سؤال، هل المسافه بين السيخ اللي مش متربط اللي واقف عليه بالماوس ده كده والسيخ اللي متربط المسافه بينهم ازيد من 150 ولا اقل من 150؟ تقوم تقول لي لا، المسافه ازيد، المسافه اقل من 150. يبقى لك في الحاله دي خلاص يجوز لك انك تسيب السيخ ده ايه، فاضي، ما تربطوش بالشكل ده كده اهو. يبقى اذا ديت ايه، دي الحاله ديت، عشان بس ما انتوش مع بعض في المحاضره دي كده. المحاضره بتاعتي زي ما قلنا سريعا كده، الاريا ستيل مينيمم 6 من 10 تشوزن اللي احنا فهمناه، و8 من 10% ايه الريكوايرد. طيب اكبر نسبه حديد التسليح بيقول لي هنا ايه، ده العمود وسط اهو، وده عمود طرفي وده عمود كورنر، بيبقى ده 4
5-6%. طب اقل قطر للسيخ كام مستخدم؟ فاي 12، واكبر قطر للسيخ المستخدم كام؟ فاي 25. خد بالك من اللي جاي دي بقى، اكبر مسافة بين سيخين متتاليين ما تزيدش عن كام؟ 250 ايه مليمتر. طيب اقل مسافة بين دي اقل مسافة بين سيخين متتاليين يقول لي كام؟ 70 مليمتر، اللي هو انا ممكن دلوقتي كده اهو بالشكل ده كده، ان انا ممكن ايه المسافة بين السيخ ده كده والسيخ ده كده ما تقلش عن كام؟ عن 70 مليمتر. يعني ما احطش، ما بسيبش 2 سم واحط السيخ، ما بسيبش 2 سم واحط السيخ، لا المسافة المحصورة بتاعت اهو زي ما قلنا في المحاضرة كده اهو ما تزيدش عن كام؟ 70 مليمتر. الحديد كفر بتاع بيساوي كام؟ 25 مليمتر. طيب خد بالك ال 70 ديت مختلفة عن 150، ال 150 دي بتاعت ايه؟ بتاعت ان انا اربط سيخ واسيب السيخ اللي جنبيه. طيب الحاجة التانية، وانا لاجي اربط احط الحديد لازم احط سياخ رئيسية في العمود في كل ركن من اركان العمود، والعمود بتاعي لازم يكون متماسك ايه في التسليح. طيب تعالى كده زي ما احنا قلنا الكلام ده كده، نحط سيخ هنا التاني التالت الرابع، 4 سيخ في ال4 تركان. طيب بالنسبة للماكسيموم حديد التسليح، الماكسيموم بتاعي الكانة المستخدمة، الكانة قطر الكانة المستخدمة للدايرة بتساوي كام؟ بتساوي ماكسيم اوف 8 مليمتر او 0.25 ايه من قطر السيخ الرأس اللي هو السيخ الكبير ده كده. طيب دي اللي انا كنت بشرحها يا جماعة من شوية اهو، دي الملحوظة اللي هي اللي عندنا كلها ما فيش غير الملحوظة دي، يقول لك ايه؟ يجب ربط كل سيخين متتاليين بكانة اذا كانت المسافة بينهم اكبر من كام؟ من 150 مليمتر. طيب اذا كانت المسافه بين سيخ، يبقى ادي دلوقتي انا سيخ والتاني تالت رابع عندي عمود 300 في 300، سبت الكفر خمسه، سبت الكفر 25 مللي يمين و25 مللي شمال. كمل كده مع بعض يا جماعه اخر خطوات تصميم الاعمده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لخطوات تصميم الاعمده، تعالى شوف بقى اصمم العمدان ازاي. بيقول لي اول حاجه المعادلة بتاعتنا هي زي ما احنا قلنا من شوية، المعادلة بتاعت اهيت دي، المعادلة بتاعت تعالى ناخدها كده اهي، 0.35 اف سي يو في اري كونكريت زي 0.7 اري ستيل اف يلد. هو الكود الجديد بالمناسبة بيقول لي ايه؟ اري كونكريت ده اهي اتعدلت بقت اري كونكريت ناقص اري ستيل، عشان بيقول لي مش كل قطاع العمود خرسانة، لان في بعض اجزاء من حديد التسليح داخله في ايه في قطاع الخرسانة، فبيقول لي اريا كونكريت ناقص اريا ستيل تمام زائد 0.67 اريا ستيل في الايه في الاف يلد. طب ايه المعادله بتاعتي ايه اللي هنيجي نشتغل بيها؟ سواء معادله الكود القديم او جديد الفرق مش كبير بالمناسبه. فتعالوا كده ناخد المعادله هيت اللي احنا هنشتغل بيها. خطوات تصميم زي ما عندنا في الكتاب صفحه 45، بيقول لي ايه يا سيدي الفاضل؟ المعادله بتاعتي اهي، ادي المعادله بتاعتي اللي هي 0.35 اف سي او اير كونكريت زائد 0.7 اير ستيل اف فيلد. انا المعادله بتاعتي انا مع انا مجهد الخرسانه موجود وجهد الحديد موجود، بس انا ما عنديش قطاع الخرسانه ولا الحديد، مجهولين في ايه في معادله واحده. فبيقول لك ايه؟ اول حاجه افرض الاريا ستيل ده افرض بتساوي 0.01 ايه اريا كونكريت. فبص الاقي ايه بقى، ركز معايا كده، لما اشيل اريا ستيل واحط مكانها 0.01 اريا كونكريت، ابص اعوض كده في المعادله بتاعتي، يبقى بي التيمت بيساوي اف سي يو بيساوي 0.35 في اف سي يو اهي تمام. طيب مضروبه في كام اريا كونكريت ريكوايرد اللي هو مساحه مقطع القطاع الخرسان. طيب احنا قلنا دي كده اهو كانت ناقص ايه اريا، ناقص ايه كانت ناقص عندي هنا ايه الوضع القديم كانت دي اريا ستيل ايه بالشكل ده كده اهو، كانت دي اريا ستيل بالشكل ده كده، يعني كانت اريا كونكريت ناقص اريا ستيل. فانا هشيل اريا ستيل واحط مكانها كام؟ 0.01 اريا كونكريت يا سيدي، شيل دي كده اهو وحطها هنا، هتبقى عندي زي ايه؟ ناقص اريا ستيل موجوده ناقص كام؟ اريا ستيل. اريا ستيل ده اللي بتساوي كام عندي؟ 0.01 اريا كونكريت، يعني بشيل دي كده اهو اريا ستيل واحط مكانها ايه؟ ده ناقص 0.01 في اريا كونكريت. يبقى الترم ده كده اهو اللي هو هنا زائد 0.67 اريا ستيل مجهول اشيلها واحط مكانها كام؟ 0.01 اريا كونكريت ريكوارد. اريا كونكريت ريكوارد ده يا جماعه ده المقطع اللي انا عايزه اللي هو يديني مثلا 1740 8000 مش عارف وكام والكلام من ده تمام. في الاف فيلد 0.35 اهي، اف سي يو اهو، اريا كونكريت بعباره عن ايه؟ عباره عن مساحه الخرسانه ناقص
حدد ايه التسليح. طب حدد التسليح ده بيساوي كام؟ دي كانت اصول انها تبقى ايه؟ اريا ستيل. طيب اريا ستيل هو عندي بكام هنا؟ 0.01 اريا كونكريت. اشيل ده واحط ده اهي بالشكل ده كده اهو اهو ايه، يبقى 0.01 ناقص 0.01 في اريا كونكريت زائد 0.67 حطيتها هنا. اريا ستيل اشيلها واحط كام؟ اشيلها اريا ستيل ده اشيلها واحط كام؟ اشيلها واحط 0.01 اريا كونكريت، في 0.01 اريا كونكريت ريكوارد في الاف فيلد. المعادله دي كلها بالكامل مجهول فيها مين؟ لا مجهول فيها مين؟ الاريا كونكريت. دولت الاثنين بس الايه؟ المجاهيل. اريا كونكريت هنا واريا كونكريت هنا. انما الاف فيلد عندي والاف سي وعندي. طب والبي التيمت ده الحمل العمود اصلا اللي انا مصمم عليه، العمود الفلاني حمله 3000 كيلو نيوتن. يعني 300 طن. احط دي 3000 كيلو نيوتن وعوض يديني في الاخر ايه؟ اريا كونكريت كوايرد بالشكل ده كده اهو. طيب. طب دلوقتي يا سيد الفاضل انا عايز عايز اجيب الاريا كونكريت، يبقى انا دلوقتي اهو، يبقى انا في الحد ده انا كده ايه؟ اوبزرفت اهو اريا كونكريت، انا جبت مين؟ اريا كونكريت. طيب انا عايز بقى دلوقتي ايه؟ عايز اجيب، يبقى اذا بقى عايز اجيب منها مين؟ عايز اجيب منها مين؟ اهو عايز اجيب منها مين؟ عايز اجيب منها البي استفهام مجهوله تمام، وعايز اجيب منها مين؟ التي. عايز اجيب منها البي وعايز اجيب منها مين؟ التي. فالبي قلنا البي بيتفرض يا 250 يا 300 350 400 450 500 وهكذا، وبعد كده اجيب منها مين؟ اجيب منها التي. طيب يبقى انا كده جبت مين؟ جبت التي وجبت التي. يبقى انا كده جبت مين يا سيد الفاضل؟ خلصت منين هنا؟ من الاير كونكريت خلاص جبتها. يتبقى لي مين؟ اريا ستيل. اريا ستيل اجيبها منين؟ مش انت كنت فارض اريا ستيل بتساوي 1% اريا كونكريت؟ قال لك اه، قال لك خلاص سيد الفاضل اهو، يبقى اريا ستيل اهي بتساوي كام؟ 1% اريا كونكريت ريكوارد، المعادله اللي انت كنت فارضها. ويتش شود بي هاير ذان ايه؟ اريا ستيل مينيمم. اريا ستيل مينيمم كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي كام اريا ستيل مينيمم؟ كانت بتساوي 6 على 100 في البي في التي من التشوزن، او 8 ريكوارد. كانت فين دي يا جماعه؟ كانت فين دي؟ كانت في الكتاب صفحه زي ما احنا شايفين دلوقتي، الكتاب صفحه 40 اول نقطه خالص. اريا ستيمن بتساوي البيجر اوف 6 التشوزن او 8 ريكوارد، دي اهي في المية. 6 اهو التشوزن او 8 ايه؟ او 8 ايه؟ الريكوارد. تمام، يبقى نرجع تاني للمعادلة بتاعتنا اهي، زي ما قلنا 6 التشوزن و8 ايه الريكوارد. طب تعالى نرجع المعادلة التانية بتاعتنا اهي اهي. ادي يا سيدي المعادلة بتاعتنا. تمام، يبقى انا كده جبت دلوقتي البي خلصتها، واريا ستيل بتساوي 0.01 في اريا كونكريت ريكوارد. ويتش شود بي هاير ذان ايه؟ اريا ستيل من اللي هي بتساوي 6 بتساوي كده كام؟ اللي هي 6%، يعني 6% دي يعني بتساوي كام؟ 6.6 من 1000 في البي في التي. ده كلام سليم. يبقى انا كده جبت ايه؟ اريا كونكريت اريا ستيل اريا ستيل تشوزن اللي هي حوالي مثلا ايه؟ 10 فاي 12. طيب اما اريا ستيل ريكوارد اللي كانت بتديني كام؟ اللي كانت بتطلع 0.01 في اريا كونكريت ريكوارد. يبقى انا كده خلصت البي في التي. يبقى انا المجهول عندي البي في اريا كونكريت انا خلاص ده عملتها جبتها خلاص اللي هي بالاخضر دي، واريا ستيل انا خلاص خلصته. يتبقى لي مين بقى؟ يتبقى لي تلات حاجه الكنات. ما انا تصميم الاعمدان عندي تلات حاجات، اريا كونكريت واريا ستيل وبعد كده كنات. الكنات دي بيقول لي ايه بقى؟ الكنات دي بيقول لي اهي يا سيدي الفاضل، يا اما ستير ابس ديامتر عرض الكان باقصى حاجه من 8 ملم او 0.25 من قطر الحديد الطولي اللي هو مثلا قطر كام؟ 12. طيب الاس بقى اللي هي الاس دي عباره عن المسافه بين الكنات، بتقول لي كام؟ بتقول لي الاقل من 200 ملم او 15 ايه؟ قطر السيخ، 15 مره قطر الايه؟ السيخ. طيب يبقى اذا دلوقتي انا جبت قطر الكنه وجبت ايه؟ السبيسنج بتوين الكنات، المسافه بين ايه؟ الكنات. طلعت مثلا اس بين الكنات مثلا بيقول لي الاس دي بتساوي اقل منين؟ اقل من 200 ملم او 15 ايه؟ قطر السيخ، اللي هي تطلع مثلا وليكن 5 فاي 8 على ايه؟ على المتر ايه؟ الطول. جبتها منين دي يا ريس؟ 5 فاي 8 على المتر الطول دهيت، جبتها منين؟ ان انا عندي، مش انت بتقول مسافه بين كل كنه والثانيه 200 ملم؟ اه مسافه 200 ملم، اقسم 1000 على 200 ملم ادي لك كام سكانه في المتر؟ 5 فاي 8 على المتر الطول. طيب كده بقى المحاضره خلصت، بس في تفاصيل صغيره عايز اتكلم عنها شويه.
دلوقتي اهو دي المحاضرة زي ما احنا قلنا، دي المحاضرة نزلت لحضراتكم. اريا بفرض اول حاجة اريا ستيل بتساوي 0.01 اريا كونكريت ريكوايرد. طيب تعالى كده عوض معايا 0.35 اف سي يو اريا كونكريت ريكوايرد ناقص 0.01 اريا كونكريت اللي هي اريا ستيل، ما انا شلت اريا ستيل وحاطط مكانها 0.01 اريا كونكريت ريكوايرد زائد 0.67 اريا 0.67 في 1 من 100 في اريا كونكريت. دي عبارة عن ايه الترم ده يا سيد الفاضل؟ الترم ده عبارة عن ايه؟ الترم ده عبارة عن اريا ستيل مضروبه في الاي في، شلت كل اريا ستيل وحاطط مكانها ايه؟ 0.01 اريا كونكريت ريكوارد. وبعد كده فرضت البي يا 250 يا 300 يا هكذا. جبت الاريا اريا كونكريت ريكوارد على البي، جبت انا مين بقى؟ جبت التي بالشكل ده كده اهو. اريا ستيل بتساوي 0.01 اريا كونكريت وشيكت على اريا ستيل منهم، ويبقى كده ايه الموضوع بتاعي خلصان. طب تعالى كده ناخده مثال سريعا كده. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي دلوقتي الحمل بتاعي 2500 كيلو نيوتن، اف سي يو ب 35، اف يلد ب 350. تعالوا نعوض في الخطوات. اول حاجه بيقول لي ايه دلوقتي؟ تعالى كده الخطوات واحده واحده كده، قد الخطوات اهي يا سيد الفاضل، وتعالى نعوض فيها واحده واحده اهي. اول حاجه اهو بيقول لي اول حاجه ايه؟ اسيوم اريا ستيل بتساوي 0.01 اريا كونكريت. ده اللي انا عملته، فرضت ان اريا ستيل بتساوي 1/100 اريا كونكريت. لما اشيل اريا كل اريا كونكريت واحط مكانها ايه؟ او احط مكانها ها اريا كونكريت اهي، بتساوي اريا كونكريت بتساوي اريا كونكريت دهيت ناقص 1/100 اريا وناقص اريا ستيل. دي كانت اساسا اريا ستيل، لان انا عندي قطاع في عباره عن خرسانه نقصت منه الحديد التسليح. طيب زائد 0.67 في 1/100 اير كونكريت، 1/100 اير كونكريت الواد بتاعت ايه دهيت، شلت الترم بتاع الحديد وحطيت مكانه 1/100 اير ايه كونكريت ريكوايرد في الاف فيلد. تمام، ده اللي انا عملته معايا. المعادله بتاعتي بالتمت بيساوي 0.35 في الاف فيلد اف سي يو 35 في بالنسبه لمساحه مقطع الخرسانه اير كونكريت ناقص 1 في ال 1000، 1 من 1000 ايه اير كونكريت ريكوايرد ناقص زائد 0.67 1/100 اريا كونكريت. ما انا ما عنديش اريا ستيل بقى. الكلام ده بقى بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ بيساوي 2500 في 10 اس كام؟ 3. شلت البي التمت وحط مكانها كام؟ 2500 في 10 اس 3. طلع الناتج بتاعي بكام؟ طلع الناتج بتاعي 172,942. طب انا عايز ده كده اللي طلع على الحاسبه ده اسمه الريكوايرد، ده اسمه الريكوايرد. افرض البي عندي بكام؟ بيقول افرض البي عندك يا اما ب 250 يا اما ب 300 350 ايا كان بقى. ففرض ان البي هنا بكام؟ ب 300 ملم. طيب لما تقسم 172 على 300 تدي لك مثلا كام؟ 562. 562 فانت متقرب لاقرب كام؟ 50 ملم، تدي لك كام؟ 600 ايه ملم. طيب تعالى كده معايا بقى نشوف اريا كونكريت تشوز، نشوف اريا كونكريت ايه تشوز. يبقى اذا دلوقتي اريا كونكريت ريكوارد 172 بتساوي لما جيت ضربتها على الحاسبه بحيث ان تديني طول في عرض تساوي 300 في 600. اريا كونكريت شوزن بتساوي كام بقى؟ 600 في 300 بتساوي 180,000 ايه ملم مسطح. طيب اريا ستيل بقى انا عايز اجيبها بتساوي كام؟ مش انت كنت لسه فارض اريا ستيل بتساوي 1 في ال 1000 اهو اريا كونكريت ريكوارد. يبقى اذا دلوقتي اريا ستيل بتساوي كام؟ 1 في ال 1000 في اريا كونكريت ريكوايرد اللي هي كانت بتساوي كام عندي؟ طلعت بتساوي كام؟ 172,742. يبقى بوينت واحد من بوينت 0.1 في القيمه ده هتديني كام؟ 1727 ملم مربع، يعني تقريبا 9 سيخ فاي كام؟ 9 سيخ فاي 16. ده بالنسبه يا سيدي الفاضل. يبقى انا كده خلصت من ايه؟ جبت البي في التي قطاع العمود بالشكل ده كده اهو، وجبت ايه؟ حديد التسليح. طيب تعالى بقى دلوقتي عايز اجيب اريا ستيل منهم، بتقول لي ايه؟ 6/10 للتشوزن او 8/10% ايه ريكوارد. 6/10% اري كونكريت اهو تشوزن اللي هي كام؟ 6/10 على 100 في كام؟ في 180,000 او 8/10 على 100 في 172,700 كام؟ 42. تديني كام؟ اهو 1318. وانت عندك اصلا دي كام؟ 100,727. يبقى ده سيف ولا انسيف؟ اه ده سيف بالشكل ده كده اهو. طيب تعالى دلوقتي بالنسبه لاقطار الكنات، قطر الكنات بتساوي كام عندي؟ الدي قطر الكنه الواحده 8 ملم. طب المسافه بين كل كنه والثانيه بيقول لي كام يا سيدي الفاضل؟ المسافه بين كل كنه والثانيه بتساوي اهو زي ما احنا شايفين الاقل من 200 ملم او 15 مره ايه؟ قطر السيخ. يبقى الاقل من 200 ملم
او 15 مره قطر السيخ، يبقى اضرب 15 في 16، الاقل من دولت الاثنين كام؟ طلع 200 ملم. يبقى 200 ملم يبقى انا ايه؟ 5 في 8. يبقى البيانات بتاعتي اللي انا بحطها هنا دلوقتي كالاتي، ادي البيانات اللي انا بحطها دلوقتي كالاتي، اللي هي ايه؟ اهو دي البيانات اللي انا بحطها. هقول يا سيدي اريا كونكريت بتساوي، ها اريا كونكريت طلعت عندي بكام هنا؟ النهائيه طلعت عندي بكام؟ 300 في 600 بتساوي اهو 300 في اهو 600 ايه؟ مليمتر تربيع. طيب يبقى ده كده اهوت ايه؟ ده اريا كونكريت. طيب تعالى بقى دلوقتي لو انا عندي حديد تسليح، يبقى اريا ستيل بتساوي كام؟ 9 فاي 16 بالشكل ده كده اهو. تمام، بالمناسبه دي كده اهو اسمها ايه؟ اللي تشوزن، اللي انت اخترتها، عشان كده سموها تشوزن. ودي برضو اريا ستيل ايه؟ تشوزن، تشوز اللي انت اخترتها. طيب تعالى كده دلوقتي بقى، دي اريا كونكريت تشوزن واريا ايه؟ ستيل تشوزن بالشكل ده كده. طب الحديد بقى عندي كام؟ يقول لي اهو الاريا الستيرفس الكنات بيساوي 5 تسياخ فاي 8 على المتر الايه؟ المتر الطولي. ده كده اهو، يبقى انا كده خلصت الايه يا سيد الفاضل؟ خلصت تصميم الاعمده بتاعتي بالشكل ده كده. تمام، تفاصيل التسليح قطاعات عامة زي ما موجودة في الكتاب صفحة 42، وان شاء الله برضو انا يعني ايه هنسيب سنة تفاصيل التسليح دلوقتي لحد اما ايه نخلص الموضوع ده ان شاء الله بتاع تصميم الاعمدة. في امثلة كويسة جدا جدا يا ريت الناس تبص عليها وتركز فيها كويس قوي قوي بعد اذن حضراتكم، اللي هي الامثلة صفحة 50 منتهية ب اللي هو المثال رقم 1 صفحة كام؟ صفحة 46. ان شاء الله بأمر الله هنزل فيديوهات تانية في موضوع اللي هو ايه؟ ازاي بعرف ارسم تفاصيل التسليح بالشكل ده كده.